حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف قريب إحدى المعتقلات الأستاذ أشرف منير. سيد أشرف، ما هي تفاصيل احتجاز ثلاث سيدات في قسم الرمل ثان؟ السلام عليكم. تم القبض عليهم من الشارع، وهم طالبة واثنين نساء ماشيين في الشارع عادي خالص. الكلام دوت في حدود الساعة 8 بعد صلاة العشاء، وتم القبض عليهم من الشارع مباشرة، تمام، بدون أي تهمة، بدون أي حاجة، واتاخدوا على اسم رمل تاني طبعا بأسلوب وحشي خالص، التصرفات غير أدمية مع ثلاثة يعتبروا نساء مش رجال، واتاخدوا تاني يوم على طول، يعني اتاخدوا في نفس اليوم وطلعوا تاني يوم على طول على النيابة، اتعرضوا على النيابة. النيابة قعدت معاهم مثلا في حدود أربعة أو خمس كل واحدة لوحدها، ورفضوا إن أي محامي يخش أصلا مع البنات. النيابة هل اتهمت أو وجهت تهم لهؤلاء؟ نعم. هل وجهت تهم إلى السيدات من قبل النيابة؟ تم التعامل معهم في النيابة ومرضوش يدون حكم في الآخر، يعني بعد الأربع أو خمس ساعات. كنت أتساءل سيد أشرف عن الاتهامات الموجهة إليهن. الاتهامات الموجهه الى البنت، ومعاها اثنين ستات طالبه جامعيه، ومعاها اثنين ستات. كل الاتهامات اللي اتهموا بيهم ان هم انضمام لجماعه محظوره وقطع الطريق وتظاهر. يعني الموضوع ده يقال على البنات او يقال على اي حد اتاخد من وسط مظاهره، لكن دول اتاخدوا من وسط شارع، من سوق خضار ماشيين فيه عادي زيهم زي اي حد طبيعي. لما يتاخدوا الثلاثة مرة واحدة خطف من الشارع، فده أسلوب بلطجي. طيب، هناك معلومات سيد أشرف تتحدث عن مداهمة قوات الأمن لمنازل هؤلاء السيدات، هل لديك ما يؤكد ذلك أو ينفي؟ تم في نفس الليلة اللي اتمسكوا فيها في الساعة الثالثة على ما أظن، الثالثة صباحا، تم التعدي على بيوت الثلاث نساء، وتم طبعا التعامل مع اهل الناس ديت بوحشيه، وغير ان هم راحوا بيوت كتيره، وتم مثلا التهجم على من في البيت، وفرقت بعض الاجهزه مثل اجهزه اللابتوب والتليفونات. وفي واحده من ضمن المعتقلات تم خطف ابنها في نفس اليوم بالليل الساعه 3، بقاله يومين لغايه الان مش معروف هو راح فين، مختفي قسريا. هو شاب في 20 سنه، عنده 20 سنه. اذا نؤكد اشرف، نؤكد ان هذا اختفاء قسري لابن او نجل احدى السيدات. بالضبط كده. والان يعني طبعا احنا عن طريق اصدقائهم وعن طريق المحامين امبارح بالليل، طبعا هم امبارح ما فيش اكل ولا دخل لهم ولا اي حاجه. بعتنا اكل بالليل، نفوجئ ان احنا النهارده وهم معروضين تاني على النيابه، نفوجئ من محامي من المحامين يقولوا له ان ما فيش اكل دخل لنا، ما فيش اي حاجه دخلت لنا، احنا بقى لنا يومين ولا عارفين ناكله ولا عارفين نشربه، ومعامله سيئه للغايه. شكرا جزيلا لك الاستاذ اشرف منير، قريب احدى المعتقلات الذين اعتقلنا بقسم ثان بالاسكندريه، كنت معنا عبر الهاتف.